انت رايح منطقتي بالشعب. اي نعم. وجاي للحارثيه. نعم. تمام؟ اي كل واحدة ساعة. انا ما اريد ادافع، انا بس اريد اوضح لك. نعم. الطبيب اللي بالشعب ايش قد ياخذ؟ ياخذ 20 وبالحارثيه ياخذ 50. 50,000. اي. مو تمام؟ نعم. هم اثنيناتهم اطباء ونفس نفس الاختصاص. نعم. هاي التسعيره احنا مو ملزمين، يعني اني بالنسبه لنا اتمنى، انا اقول لك وراح اطرح المعالي السيد الوزير. زين. راح نقول يابا احنا يراد لنا على المعاهد نخلينا حدود دنيا وحدود عليا. هذا اللي اريده منك. احنا بمعنى مو انت بالبدايه ايش قلت؟ قلت المدرس ممنوع يدرس، صح؟ صح. هذا المدرس. بس المعهد اذا اكو اجازه وبشكل رسمي احنا ندعم هذا المعهد، لكن خلي تكون اكو تسعيره من التربيه، مو مشكله. نعم. يعني ما اعتقد انه بها صعوبه دكتور؟ ابدا، منو قال لك؟ ما بها صعوبه، خصوصا السنوات المنتهيه، انا اريد انت يعني تتبنى هذا الموضوع دكتور، والناس تشيد بيك وتشيد بدورك. خلينا نسوي نعم. تسعيره ثابته للصفوف المنتهيه، صفوف غير منتهيه، ما هو كان واقع حال خلص نتعامل وياه ونخلي مقترح ممتاز. اي ونتفاعل به احنا وياكم ويا نعم. ابنائنا الطلبه وعوائلهم. نعم. ونحاول نحدد الحدود الدنيا والحدود العليا، وبالتاكيد هذا راح يخدم كل ابنائنا. طيب انا اقول لك يعني هذا الامر يعني ممكن انه راح تخاطب به السيد الوزير تقول له يابا هنالك مثلا موضوعة التسعيره للمعاهد، هذه التسعيره لازم يلتزم بها اهل المعاهد بكل المحافظات بكل المناطق، المناطق اللي مثل الحارثيه والمناطق اللي مثل الشعب والكراده وغيرها. بكره باذن الله. اي كتاب بناء على هذا اللقاء الطيب. يا الله. نسوي لنا كتاب المعالي السيد الوزير. نعم. وبالتاكيد انا يعني مثل ما قلت لك تحدياتنا كبيره، وواحده نعم. من عدد ذني. نعم. وواحده من المعالجات انه وزاره التربيه راح تفتح معاهد. نفتح معهد هذا رسمي، راح تلقي بيها اجور كلش بسيطه. جيد. وراح نجيب اكفاء المدرسين.